أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قالت وزارة النفط إن خسائر مالية تتكبدها موازنة الدولة تبلغ 5 تريليونات دينار سنويا من جراء عدم تصدير جميع الكميات المنتجة من زيت الوقود النفط الأسود أو بيعه وفقا لأسعار النشرة العالمية، فضلا عن تخصيص جزء منه لتجهيز التجار وأصحاب المعامل بسعر مدعوم. وأضاف البيان أن سعر الطن الواحد من النفط الأسود وفقا للنشرة العالمية هو 900,000 دينار، بينما تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز النفط الأسود للمعامل والمصانع المحلية المنتجة للأسفلت المؤكسد بسعر 300,000 دينار للطن الواحد، ولأصحاب معامل الطابوق بسعر 100,000 دينار للطن الواحد. قالت مصافي التكرير الهندية إنها تأمل في رؤية طلب أقل على خام البسط العراقي من المستخدمين النهائيين الأمريكيين بمجرد بدء إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي. وقال مصدر تجاري في شركة بهارات بتريليوم الهندية أن إمدادات العراق من البصرة لآسيا كانت ضيقة، وأن فروق الأسعار آخذة في الارتفاع، حيث سعت الولايات المتحدة للحصول على المزيد من البراميل العراقية لتعويض التخفيضات في الخام الروسي. وحددت شركة تسويق النفط العراقي سومو للمشترين الآسيويين فرق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لتحميل نيسان بعلاوة $3.50 للبرميل عن متوسط تقييمات بلاتس عمان دبي في ذلك الشهر، ارتفاعا من $1.30 للبرميل في آذار الماضي. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مخزون بلاده من القمح يكفي حاليا لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 2 شهر و18 يوما، وذلك انخفاضا من 4 أشهر بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا. ووقف إمدادات القمح من البلدين اللذين يوفران نحو 80% من واردات القمح المصرية. وأضاف مدبولي أن المخزون من السكر يكفي لمدة 5 أشهر و18 يوما، ومن زيت الطعام والأرز لمدة 5 أشهر و27 يوما. أعلن وزير التجارة التركي محمد مش ارتفاع قيمة صادرات بلاده بنسبة 19.8% خلال آذار الماضي لتبلغ 22 مليار و700 مليون دولار. وقال مش إن عائدة صادرات آذار الماضي حطمت رقما قياسيا لتبلغ أعلى مستوى لها مقارنة بالأشهر نفسها طيلة تاريخ الجمهورية. وأوضح أن الصادرات التركية تتواصل النمو القياسي منذ مطلع العام الحالي، لافتا إلى تحطيمها رقما قياسيا في الشهرين الأول والثاني من 2022. هذا وارتفعت العقود الآجلة للنفط في التعاملات المبكرة، حيث زاد احتمال فرض مزيد من العقوبات في أعقاب جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، بينما تعثرت المحادثات النووية الإيرانية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $1.58 لتصل إلى $109.11 للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام الأمريكي $1.61 لتصل إلى $104.89 للبرميل. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.